القدرية الذين ينفون القدر، سموا بالقدرية الذين ينفون القدر، وهم المعتزلة. وأول من قال بذلك معبد الجهني وعمر بن عبيد، أول من قال واعتزل مجلس الحسن البصري، أول من قال بنفي القضاء والقدر في آخر عصر الصحابة. ولذلك لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه غضب عليهم غضبا شديدا، وأنكر عليهم ذلك. فالقدرية نفوا القدر وهم المعتزلة، وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الأمر أنف، إن الأمر أنف لم يقدره الله، فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استقلالا، ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة، ولذلك سموا بالقدرية. ومعنى هذا أن العبد يخلق فعل نفسه، فيكون أثبت خالقين مع الله، هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. الله هو الخالق جل وعلا، وما سواه فهو مخلوق. هم يقولون لا، الله معه من يخلق، وهم العباد يخلقون أفعالهم، هذا شرك في الربوبية. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله، مثل المجوس. المجوس قالوا بخالقين، النور والظلمة، هذا الكون له خالقان، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذا مذهب المجوس. زاد عليهم القدرية قالوا كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل، لذلك سموا مجوس هذه الأمة، وهذا شرك في توحيد الربوبية.